التفاؤل داخل في العقيده نتاعنا، احنا ديما مهما كانت الوضعيه اللي فيها ديما نحمد ربي ونقول ان شاء الله غدوه خير وان شاء الله معناتها الامور ماشيه الاحسن. وديما احنا هذاك هيك تشوف بعد ساعات تلقى واحد في مصيبه كبيره ويقول الحمد لله وان شاء الله ربي يبدل ويعوض، هذه داخل في العقيده نتاعنا التوانسه. لكن الوضعيه صعيبه، الحق حقق الحق، على 10 تعرض 8 من الناس تلقاهم متشائمين، الوضعيه كارثيه، الامور الماديه صعيبه، الظروف الاقتصاديه صعيبه، ما فماش هكا رؤيه واضحه بالنسبه للتوانسه اللي يشوفوا فيها فيزيبيليتي واضحه بالنسبه للبلاد. هذه من كل المؤشرات غير سلبيه، لكن نقعد ديما متفائلين.